هنا في أرضية هذا الميدان. نتواصل أيضا نحن بدورنا وتتواصل هذه الأشواط المستمرة على أرضية هذا الميدان. إذن أيها الإخوة الشوط الخامس ينطلق قبل لحظات، ونتمنى لكل ملاك هذه الشعارات التوفيق، ونتمنى لهم أيضا أطيب وأحلى الأمنيات. إذن أيها الإخوة نتابع ونتواصل مع مقدمة هذا الشوط، الشوط الخامس الذي خصص لفئة البكار ولسن اللقاية من ضمن أشواطنا العامة لهذا المحلي الرابع في هذا الموسم، موسم 2010 و2011. إذن أيها الإخوة مع مقدمة هذا الشوط، والمسار يسير ومع حكمة هي من تتحكم في مسار هذا الشوط. الملكية تعود لغانم بن منصور السيف الخيارين مع حكمة التي تقود الشوط في هذه اللحظات، بينما هنا في المركز الثاني، المركز الثاني يتصن الغزالة للسيد مبارك بن عبد الله بن سفران المري، هي من تحتل المركز الثاني. الدور عند المركز الثالث اللي تصن فيه الغزيل لحمد بن صالح السندوانة، هنا غزالة وهنا الغزيل، وهنا حكمة وهنا يا سلام. نتابع المركز الرابع، المركز الرابع ومن تصنى رابعا منصورة لعبد الهادي بن علي لعبد الهادي بن علي بن قوبان المري، هي من تحتل المركز الرابع. الدور عند المركز الخامس، ومن تحتل المركز الخامس حماس وشعار أيها الإخوة، شعار أيضا 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 راشد بن ناصر الجبر النعيمي مع حماس التي تحتل المركز الخامس. إذا خلصنا نيدانا للخمسة المراكز الأولى. إذا نعود مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط وإلى الصدارة وإلى هذه المقدمة ومع حكمة التي تتحكم في صدارة هذا الشوط، بينما هنا التغيير من قبل الغزالة لمبارك بن عبد الله بن سفران المري، هي من تغير هذا المسار وتحتل المركز الأول، بينما حكمة تحتل المركز الثاني. غانم بن منصورة لسيف الخيارين، إنما هنا في المركز الثالث، المركز الثالث منصورة لعبد الهادي بن علي وارتفع مقدار راع المعنوية. إذن منصورة لعبد الهادي بن علي بن قوبان هي من تحتل المركز الثالث، بينما هنا في المركز الرابع، المركز الرابع يصن شعار بن ثلاب، شعار بن ثلاب على المركز الرابع مع روعة للسيد مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري، هي من تتواجد في رابع المراكز وهنا في المركز الخامس. ومن تحتل المركز الخامس أمسية، أمسية ومساءك فل يا فهد يا بن سعيد يا لبو سعيد الخيارين، هي من تحتل المركز الخامس مع أمسية وصباحك عسل. نعود مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط، نعود مباشرة إلى بن سفران. ابن سفران الله ينور حياتك يا ابن سفران، الله الله. الغزالة تحتل المركز الأول، الغزالة هي من تحتل المركز الأول وتقود المسار مع شعار مبارك بن عبد الله بن سفران المري، بينما هنا في المركز الثاني، هنا أيها الإخوة تصنى في المركز الثاني، تصنى منصورة لعبد الهادي بن علي بن قوبان المري، هي من تحتل المركز الثاني. وهنا في المركز الثالث، خلونا نكمل نيدان الثالث أيها الإخوة، المركز الثالث تصنى حكمة لغانم بن منصور آل سيف الخيارين والكيلو وين الأخيرة، بينما هنا في المركز الرابع يصنى شعار مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري على ظهر روعة، وهنا في المركز الخامس. ومن تصنى في المركز الخامس، أول نداء مستحيلة لسعيد بن راشد بن العرج، هي من تحتل المركز الخامس، والتغيير التغيير على المركز الخامس، الخطيرة تحتل المركز الخامس، تعود الملكية لسعود بن كليفيخ العتيبي، وانت خطير يا العتيبي. نعود مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط، الصدارة أيها الإخوة، والمقدمة هناك يا سلام، الله الله مع ابن قوبان. ابن قوبان يغير هذه الأمور ويحتل المركز الأول مع منصورة عبد الهادي بن علي بن قوبان المري، هو من يحتل مقدمة هذا الشوط. يا سلام، الجماعة وصلوك يا بن قوبان، الجماعة جاوك يا بن قوبان، الله
يا بن قوبان وصلوك الجماعة والألف والخمسمائة متر الأخيرة، إنما هنا في المركز الأول منصورة كما ذكرنا عبد الهادي بن علي بن قوبان القيثاني هو من يحتل المركز الأول، وبينما هنا في المركز الثاني حكمة لقانم بن منصور السيف الخيارين، المركز الثالث يصلنا شعار بن ثلاب، الله يا روعة روعة مشاهدين الكرام روعة، وصلت مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري، والمركز الرابع يا سلام يا ابن مهيرة القاضية لحمد بن سعيد بن مهيرة البري، أراها تتسلل وأول نداء لها في هذه اللحظات، تحتل المركز الرابع والمركز الخامس، اللي تصلنا في المركز الخامس الغزيل لسالم بن ناصر المكسور، يا سلام الله الله يا سلام الله. إذا مشاهدين الكرام أتقدم وأعود مباشرة مع شعار بن مهيرة اللي دعناه في أول نداء في المركز الرابع، وها هو يغير مسار هذا الشوط إلى مقدمته، وهنا حمد بن سعيد بن مهيرة المري مع القاضية والكيلو الأخير، ولكن بن ثلاب يتسلل مع روعة، بن ثلاب يتسلل مشاهدين الكرام، مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري وروعة يا مشاهدين الكرام، يا سلام محمد بن محمد بن جهويل واصل، وكذلك أيضا أيها الإخوة هنا المكسور قادم، ولكن هناك بن مهيرة من الجانب الأيمن، يا سلام يا القاضية لحمد بن سعيد بن مهيرة المري هي من تحتل المركز الأول، بينما هنا في المركز الثاني حكمة تتقدم، حكمة أراها تتسلل، يا سلام يا حكمة لغانم بن منصور الخيارين، يا سلام. وهنا في المركز الثالث اللي تحتل المركز الثالث روعة لمبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري، المركز الرابع يا مشاهدين تصلنا ملوح لعلي بن حمد بن مقارح أول نداء لها، بينما نعود مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط، التحدي هنا مع القاضية ومع حكمة ومع روعة، روعة وحكمة والقاضية وقاضية والحكمة، يا سلام حكمة أيها الإخوة، حكمة تتحكم في مسار هذا الشوط لقانم بن منصور السيف الخيارين، يا سلام الله 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 يا حكمة الله يا حكمة، ولكن اللي وصلت مستحيلة سعيد بن راشد بن العرج مستحيلة، يا سلام الله الله الله، أصعب موقف في الميدان يا مشاهدين، أصعب موقع في الميدان، الميتين متر الأخيرة مستحيلة مشاهدين الكرام، ها هي تنتزع المستحيل ومقدمة هذا الشوط، تهانينا لمالك مستحيلة في الأمتار الأخيرة سعيد بن راشد بن العرج على هذا الفوز المستحق. إذن أيها الإخوة المركز الثاني تصل في حكمة لغانم بن منصور الخيارين، المركز الثالث تصل به القاضية لحمد بن سعيد بن مهيرة المري، والمركز الرابع يصلنا شعار مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري مع روعة، المركز الخامس تصلنا خامسا الغزية لسالم بن ناصر المكسور. إذا مشاهدين الكرام تابعنا وإياكم، كانت القيادة مع حكمة، وكانت أيضا القاضية ندا لحكمة أيضا، وأيضا روعة كانت متحدية في هذا الشوط، بينما أتت مستحيلة وانتزعت مقدمة هذا الشوط، نهدي هذا الناموس لمالك مستحيلة السيد سعيد بن راشد بن العرج على هذا الفوز، وتوقيتها الزمني من مسافة الخمسة كيلومتر هي 8 دقائق 4 ثواني 6 أجزاء من الثانية، نهني مرة أخرى سعيد بن راشد بن العرج على هذا الفوز. أما المركز الثاني مشاهدين الكرام فوصلت في المركز الثاني حكمة 8 دقائق 5 ثواني 22 جزء من الثانية، الثانية أيضا نوصلها لقانم بن منصور آل سيف الخيارين على هذا الفوز بالمركز الثاني. المركز الثالث تصل فيه أيها الإخوة القاضية 8 دقائق 7 ثواني 12 جزءا من الثانية، نهني حمد بن سعيد بن مهيرة المري، والمركز الرابع نهني مالكها أيضا وهي روعة مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري. إذن أيها الإخوة مشاهدين الكرام نتواصل، والإثارة مستمرة والأشواط متتالية.